أمير المؤمنين عليا ولي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم. يوم إكثار الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا اسم من أسماء يوم الغدير، كل العالم الاقتصاديون السياسيون العلماء المتعلمون الكبار الصغار الرجال النساء، كل العالم، كل البشرية يبحثون في كل مراحل حياتهم عن التميز، التميز هو ضالة البشرية، الأشياء الثمينة عند البشر هي الأشياء المتميزة، الأشياء التي يبحث البشر عنها بجده هو التميز، الأشياء التي يتقاتلون عليها التميز. في جملة واحدة، التميز ضالة البشر، يبحث عنه في كل أبعاد حياته. طبعا كل في مجاله، كل شخص يريد التميز في مجاله، يريد أن يكون متميزا. هذا الشيء شأن أهل الدنيا وشأن أهل الآخرة، شأن البشر التافه وشأن البشر الراقي، كله في أصل البحث عن التميز. لا يوجد فارق بين البشر التافه والبشر الراقي. نعم، يوجد فارق بينهما في شيئين. أولا، البشر التافه يبحث عن التميز التافه، التميز المرتبط بعالم داني، اسمه هذا العالم ما هو؟ الدنيا، شيء داني.
البشر الراقي أيضا يبحث عن التميز، ولكن يبحث عن التميز المرتبط بالعالم الراقي العالي، عالم الآخرة، وأن الآخرة لهي الحيوان، الحياة المطلقة. فرق آخر، البشر التافه يبحث عن التميز بأي ثمن صار، يريد أن يتميز. الطريق كيف يكون ليكون طريقا سيئا لا يهمه لأنه تافه. البشر الراقي لا، يبحث عن التميز، ولكن يبحث عن التميز النظيف، التميز الذي يكون بطريقة نظيفة. الاختلاف بين البشر التافه والبشر الراقي في الهدف وفي الطريق، الهدف يختلف والطريق يختلف. الله سبحانه وتعالى ميز عيد الغدير تمييزا كليا. عيد الغدير مميز في أي بعد حدث ولا حرج، أبعاد وأبعاد. شرحت سابقا لكم قبل لعله سنوات أن العيد الإسلامي الوحيد الذي ذكره القرآن الكريم بعنوان أنه عيد هو عيد الغدير. بقية الأعياد الإسلامية ما ذكرت في القرآن الكريم بعنوان أعياد، هي أعياد طبعا، ولكن العيد القرآني الذي ذكره القرآن هذا تمييز، تمييز عن بقية الأعياد. بقية الأعياد الإسلامية ليست أعيادا، نعم أعياد، أعياد إسلامية أقرها الإسلام، ولكن القرآن ما ذكرها بعنوان أعياد، تمييز هذا. الغدير مميز في عالم البشر، الغدير مميز في العالم العلوي في عالم الملائكة. هذه أمور لا أريد أن أتوقف عندها، وفيها روايات. الاحتفال الذي يقام في الفردوس الأعلى، جبرائيل عندما ينصب كرسي العظمة ويصعد على هذا الكرسي ويخطب في يوم الغدير من كل سنة، هذه أمور لا أريد أن أتوقف عندها. تمييز، تمييز استثنائي. الغدير مميز، الآيات التي تحدثت عن الغدير مميزة، وتوقفنا عند بعض نقاط التميز في تلك الآيات. نريد أن نقف عند جانب آخر، الغديريون مميزون. من هم الغديريون؟ الغديريون هم الذين قال الله سبحانه وتعالى عنهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. من هم هؤلاء؟ القرآن ميزهم، أعظم من هذا التمييز ما هو؟ خير البرية. البرية يعني ما برأ الله، الله عز وجل بارئ الخلائق يعني خالق الخلائق. البرية يعني المخلوقات. هؤلاء الله عز وجل اعتبرهم خير كل المخلوقات. هذا ليس تمييزا، هذا أعلى درجات التمييز. من هم خير البرية؟ ورد في المتواتر من الأحاديث الشريفة، ليس فقط في المتواتر عن طريقنا وفي مصادرنا، حتى في مصادر العامة، أن خير البرية هم علي وشيعته. اللهم صل على محمد. المصادر كثيرة، ولكن كإشارة فقط خذ إليك مصدرا واحدا، كتاب اسمه شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني الحنفي، أحد علمائهم الكبار قبل 1400 شيء، لعله توفي 460
هجرية، قبل 1000 عام كان يعيش. عنده كتاب اسمه شواهد التنزيل، شخصية طبعا مرموقة محترمة عندهم. بعض كتبهم أتلفت لأهداف، هذا الكتاب موجود الآن موجود. في هذا الكتاب عندما يصل إلى هذه الآية المباركة يذكر 24 سندا لهذا المعنى، أن المقصود من خير البرية هم علي وشيعته صلوات الله عليه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. 10 طرق تكفي في أن يكون الحديث متواترا عند بعض العلماء، حتى بعض علماء، لا 15 طريقا، لا 20 طريقا، كافي خلاص الرواية تكون متواترة. الرواية المتواترة يعني لا تحتاج إلى بحث سندي أصلا. الرواية المتواترة يعني أن مضمون هذه الرواية قطعي، قطعي، هذا يسمى بالمتواتر. طبعا ناهيك عن بقية مصادرهم، هذا مصدر واحد. في إحدى هذه الروايات التي يذكرها الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل يذكر أنه عندما نزلت هذه الآية المباركة كان إذا رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كانوا يقولون لقد جاء خير البرية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد. تمييز عجيب، في الدنيا القرآن الكريم اعتبرهم خير البرية، أشرف أفضل خير الخلائق. فلا تستغرب إذا سمعت أن الله عز وجل في يوم القيامة يميز شيعة علي. الدنيا اعتبرهم الله سبحانه وتعالى خير البرية، خير الخلائق، خير المخلوقات، تمييز أعلى درجات التمييز. عندما تقول أفضل شيء هذا أعلى درجات التمييز، وليس الأفضل من بين فئة قليلة، من بين الخلائق. في يوم القيامة أيضا يميزون، طبيعي، هؤلاء هكذا عظمهم القرآن الكريم في الدنيا، اعتبرهم خير البرية، في القيامة يميزهم، بالطبع يميزهم، كيف يميزهم؟ في الدنيا الضيقة الله عز وجل ميزهم بهذا التمييز الكبير. يوم القيامة يوم عظيم، كيف يميزهم؟ يميزهم بميزات وميزات، إحداها ما وردت في الروايات العديدة من مصادرنا من مصادرهم، أن شيعة علي صلوات الله وسلامه عليه في يوم القيامة على منابر من نور. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الروايات كثيرة في هذا المجال، أقرأ لكم بعض الروايات الشريفة لطيفة. الرواية الشريفة الأولى عن محمد بن مسلم الثقفي قال: قال الإمام أبو جعفر صلوات الله عليهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن عن يمين العرش قوما وجوههم من نور على منابر من نور يغبطهم النبيون والمرسلون. شيء عجيب، يغبطهم الناس؟ لا. يغبطهم المؤمنون؟ لا. يغبطهم النبيون والمرسلون. جدا عجيب الكلمة. قلت جعلت فداك، ما أعظم منزلة هؤلاء القوم؟ فقال: هؤلاء والله شيعة علي وهو إمامهم. اللهم صل على محمد. رواية شريفة أخرى عن القيامة عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام، إلى أن يقول الراوي يقول: قلت جعلني الله فداك، الإمام يذكر شيئا عن القيامة، قلت جعلني الله فداك يا أبا جعفر،
وأين رسول الله وأمير المؤمنين وشيعته في يوم القيامة؟ رسول الله أين؟ أمير المؤمنين أين؟ شيعة علي أين؟ فقال الإمام أبو جعفر صلوات الله عليهما: رسول الله وعلي وشيعته على كثبان من المسك الأذفر على منابر من نور، يحزن الناس ولا يحزنون، ويفزع الناس ولا يفزعون. ثم تلا عليه الصلاة والسلام هذه الآية المباركة: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فالحسنة والله ولاية علي. فسر القرآن بالقرآن. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ثم بعد ذلك ماذا؟ ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة. حسنة المودة في القربى، في هذه الرواية الشريفة ولاية علي. هو القرآن يقول. فعندما تقرأ الآية المباركة: من جاء بالحسنة فله خير منها، لا تستغرب من هذا التفسير، تفسير من القرآن. عندما تقرأ في الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، تطلب في الدنيا أثمن شيء، لأنك تطلب في الآخرة أثمن شيء، وفي الآخرة حسنة. في الآخرة حسنة ما هي؟ الجنة. في الدنيا حسنة ما هي؟ حسنة عادية. تطلب في الآخرة أعلى النعم، في الدنيا أيضا تطلب أعلى النعم. ولا تستغرب عندما تسمع تفسير الآية المباركة: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، عن جهنم مبعدون، لا يسمعون حسيسها. حسيس جهنم يسمع على مسافة آلاف، عشرات الآلاف من الكيلومترات. هؤلاء من شدة بعدهم عن جهنم لا يسمعون حسيس جهنم. من؟ إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، حسنة. رواية شريفة أخرى اليوم صباحا قرأتم دعاء الندبة: وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي، كلام النبي في دعاء الندبة. هذه الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يا علي، لولا أن تقول فيك طائفة من أمتي ما قالت النصارى في عيسى كذا كذا، إلى أن يقول صلى الله عليه وآله: وإن شيعتك يوم القيامة على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي، أشفع لهم حتى يكونوا في الجنة جيراني. صلى الله عليه وسلم. في آخر الحديث الشريف النبي صلى الله عليه وآله يقول: لولاك يا علي ما عرف المؤمن من بعدي. رواية شريفة أخرى كلها شيعة علي على منابر من نور في يوم القيامة. رواية شريفة لطيفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن عن يمين العرش قوما على منابر من نور، وجوههم من نور، يغبطهم الأنبياء والشهداء، ليسوا بأنبياء ولا شهداء. من هؤلاء؟ فقال علي صلوات الله عليه: من هم يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وآله: هم شيعتك وأنت إمامهم. اللهم صل على محمد. رواية أخيرة أيضا رواية لطيفة، هذا موقف ثاني ولكن الوضع كان متغيرا عن تلك الرواية. النبي صلى الله عليه وآله كان يذكر هذا المعنى في مواطن، في مواقف. عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا كان يوم القيامة يؤتى بأقوام على منابر من نور، تتلألأ وجوههم كالقمر ليلة البدر، يغبطهم الأولون والآخرون. ثم سكت صلى الله عليه وآله ينتظر. في هذه المرة النبي صلى الله عليه وآله ينتظر أن يسأل، ذاك ما سأل.
النبي صلى الله عليه وآله كرر العبارة مرة ثانية وسكت، ما سأل. النبي صلى الله عليه وآله كرر العبارة مرة ثالثة، يريد أن يسأل. ثم أعاد صلى الله عليه وآله الكلام ثلاثا: هؤلاء الذين يؤتون على منابر من نور يتلألأ وجوههم كالقمر ليلة البدر يغبطهم الأولون والآخرون، من هؤلاء؟ هل هؤلاء الشهداء؟ قال صلى الله عليه وآله: هم الشهداء، وليس هم الشهداء الذين تظنون. قال: هم الأوصياء. قال صلى الله عليه وآله: هم الأوصياء، وليس هم الأوصياء الذين تظنون. قال: فمن أهل السماء أو من أهل الأرض؟ قال صلى الله عليه وآله: هم من أهل الأرض، لا ليسوا ملائكة، من أهل الأرض هؤلاء. قال: فأخبرني من هم. فأومأ صلى الله عليه وآله بيده إلى علي صلوات الله عليه فقال: هذا وشيعته. اللهم صل على محمد. ثم قال صلى الله عليه وآله: ما يبغضه من قريش إلا سفاحي. سفاح هذا الذي يبغض أمير المؤمنين من قريش، ولا من الفئة، من الفئات، البعض عندهم حساسية، فئة فيها مؤمنون فيها غير مؤمنين، ولا من الفئة الفلانية إلا يهودي، مع أنهم يدعون الإسلام طبعا، فئة مهمة كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وآله، ولا من العرب، الذي يبغض عليا صلوات الله وسلامه عليه، ولا من العرب إلا دعي، ولا من سائر الناس إلا شقي. ثم قال صلى الله عليه وآله: كذب من زعم أنه يحبني ويبغض عليا. كذاب هذا، يقول يحبني ويبغض عليا. هذه بعض الروايات الشريفة. شيعة علي يوم القيامة على أين؟ على منابر النور أساسا في يوم القيامة، يوم الظلمة النور يجذب، ترى نورا من مكان. النور ليس بسطحك، النور على منابر، وجوههم من نور في رواية قرأناها، في روايات ثانية وجوههم مبيضة. هؤلاء على منابر، المنابر نفسها ليست منابر عادية، منابر من نور. في رواية قرأتها لكم: هذه المنابر ليست على سطح القيامة، على كثبان، كثبان جمع كثيب، كثيب يعني تل، على تلال. التلال من ماذا؟ من مسك أذفر، يعني هو المسك رائحته طيبة، الأذفر الذي رائحته الطيبة قوية جدا، هذا يسمى الأذفر، الرائحة القوية. هذا ليس تمييزا. الناس على السطح، على الأرض، لا منبر لا شيء. لا أقول الناس يعني الكفار، يعني المنافقون، لا حتى المؤمنين، عامة المؤمنين، المؤمنون الذين كانوا في زمن آدم، في زمن نوح، في زمن موسى، في زمن عيسى، في زمن إبراهيم، في زمن في العصور السابقة، هؤلاء مؤمنون يدخلون الجنة، ولكن هؤلاء ليسوا على منابر، محترمون مكرمون، ولكن على سطح القيامة. شيعة علي على منابر، أي تمييز هذا؟ المنبر كم درج؟ منبر في يوم القيامة يلزم أن يراه كل الخلق، يعني لعله مليارات ومليارات المخلوقات من الجن والإنس. المنابر كم هي مرتفعة؟ الله يعلم. والكلمة الأخرى التي وردت في هذه الروايات حولي، النبي يقول صلى الله عليه وآله: كم هذا جميل، على منابر من نور شيء، حولي على عند رسول الله. النبي أين؟ أمير المؤمنين أين؟ هؤلاء عندهم.
تمييز أيماتها هي بتمييز. الغديريون مميزون، نعم مميزون في الدنيا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. في القيامة هذا تمييز من آلاف الموارد من التمييز. اقرأ الرواية الشريفة، أنا قرأت لكم فقط هذا الجانب، طبعا بعض الرواية الشريفة في هذا الجانب أنهم على منابر من نور. الغدير، النبي صلى الله عليه وآله الله عز وجل يخاطبه يقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قد هدى، قد أدى واجبه الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ اهدنا الصراط المستقيم في أم الكتاب في سورة الحمد، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. طبعا هو يقول ما الشخص الذي هو في أم الكتاب علي حكيم؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط علي وآل علي. أحسن من هذا الصراط يوجد؟ الصراط الذي يجعلك خير البرية في الدنيا، الصراط الذي يجعلك على منابر من نور في يوم القيامة. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، في آية قرآنية أخرى وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. النبي هدى، النبي دعا لا أكثر، النبي بلغ، هذه مرحلة أعلى من الدعوة. ادعى إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، هذه دعوة. لا، النبي صلى الله عليه وآله أمر بالتبليغ، إيصال، الإيصال إلى قلوبهم، الإيصال إلى عقولهم. والعجيب، هذا من لطائف القرآن الكريم، القرآن الكريم جدا جميل، جدا جدا جميل. دقائق القرآن تحتاج إلى استكشاف. النبي صلى الله عليه وآله أليس كان مأمورا بالتبليغ من قبل الله عز وجل؟ بتبليغ ماذا؟ بتبليغ الصلاة، بتبليغ الصيام. من المأمور بتبليغ الحج؟ النبي. من المأمور بتبليغ الزكاة؟ النبي. من المأمور بتبليغ الأحكام الشرعية؟ النبي. من المأمور بتبليغ العقائد الحقة؟ النبي صلى الله عليه وآله. من المأمور بتبليغ الآيات القرآنية؟ رسول الله. من المأمور بتبليغ القصص القرآنية؟ قصص، حتى القصص، النبي صلى الله عليه وآله. من المأمور بتبليغ الأخلاقيات؟ النبي صلى الله عليه وآله. هو مأمور بالتبليغ صح، ولكن كلمة بلغ في القرآن الكريم ما وردت إلا في آية الغدير فقط. ما عندنا بلغ أمر من الله سبحانه وتعالى لرسوله، ما عندنا في القرآن الكريم، ما عندنا. هو النبي مأمور بالتبليغ، ولكن القرآن كأنه يريد أن يقول الشيء الوحيد وهو أهم الأشياء الذي القرآن، في القرآن ورد أن الله عز وجل يأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بتبليغه، هو ولاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه، هو الغدير. يا أيها الرسول بلغ، ليس فقط أدعو، لا، الدعوة صحيحة، لا، هذه مرحلة أعلى، بلغ. ولذا ترى أن النبي صلى الله عليه وآله صنع في يوم الغدير ما لم يصنعه في أي يوم ثاني، لأن القرآن يأمره بالتبليغ، أوصل. لا يكون أحد يوم القيامة يقول ما سمعت، ما فهمت. النبي صلى الله عليه وآله صنع شيئا في الغدير، تمييز عجيب، لم يصنعه في أي وقت آخر، لأن القرآن الكريم يأمر رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه الآية الوحيدة بكلمة التبليغ، أمر من الله بلغ. ما عندنا في آيات قرآنية أخرى، ما عندنا أصلا، هذه الكلمة ما تكررت في القرآن الكريم، فقط في هذه الآية. وقد صنع صلى الله عليه وآله. هناك رواية لطيفة أن النبي صلى الله عليه وآله عندما انتهى من خطبة الغدير رأى الناس رجلا، جبرائيل في آخر الرواية، النبي صلى الله عليه وآله يقول أن هذا هو جبرائيل، بهيئة جميلة جدا. فقال جبرائيل، يقول، قبل أن أقرأ عبارة جبرائيل، جبرائيل سؤال،
كلامي الأخير. جبرائيل كم مرة رأى رسول الله صلى الله عليه وآله في حياته الدنيوية؟ كم مرة رأى منذ اليوم الأول الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وآله؟ جبرائيل كان بخدمته إلى الساعة الأخيرة في حياته الدنيوية الظاهرية كان بخدمته. كم مرة رأى؟ ينقل أنه نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله 12,000 مرة. نزل على رسول الله، ولكن كم مرة رآه؟ 100,000، مليون، ملايين. هذا المقدار الذي نزل من السماوات كان ينظر إلى رسول الله، كان يراقب كل شيء. جبرائيل هذا سيد الملائكة، سيد إدارة الكون كله، الملائكة تدير الكون، سيدهم جبرائيل، قائدهم جبرائيل. كم مرة رأى رسول الله صلى الله عليه وآله؟ مئات الآلاف، ملايين، لا أعلم. جبرائيل الذي رأى رسول الله، وجبرائيل من هو؟ ليس إنسان عادي ما يفهم. جبرائيل هذا كل الكون يلزم أن يديره جبرائيل. عندما ينظر ينظر، الآن لاحظوا هذه العبارة، جبرائيل الناس رأوه في يوم الغدير قال هذه العبارة: تالله. جبرائيل يقول قسما بالله، تاء تاء القسم، يعني قسما بالله، تالله ما رأيت محمدا كاليوم قط. اللهم صل على محمد. ما أشد ما يؤكد لابن عمه وإنه صلى الله عليه وآله عقد له صلوات الله عليه عقدا لا يحله إلا كافر بالله العظيم. جبرائيل يقول أنا رسول الله صلى الله عليه وآله ما رأيته مثل هذا اليوم. عندما أقول رسول الله صنع شيئا عجيبا، يعني آلاف المرات، مئات الآلاف من المرات التي رآها جبرائيل، رآه جبرائيل في هذا العالم، لا، هذا اليوم كان النبي صلى الله عليه وآله شكل آخر. تالله ما رأيت محمدا كاليوم قط صلى الله عليه وسلم. على مشارف عيد الله الأكبر، عيد الغدير الأغار، العيد الأكبر، العيد الأفضل، العيد الأعظم حرمة، هذه كلمات واردة في الروايات الشريفة عن عيد الغدير. الحمد لله الذي جعلنا من المصدقين بيوم الدين، ولم يجعلنا من المكذبين بيوم الدين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين ولأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. إلهنا أتمم فرحة المؤمنين، أتمم فرحة رسول الله وأهل البيت صلوات الله عليهم بظهور مولانا وسيدنا مهدي آل محمد.